السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، يعني ثلاث أشياء مهلكة، وثلاث منجيات، ثلاث أشياء تنجي، وثلاث كفارات يعني تكفر الذنوب، وثلاث درجات يعني ترفع الدرجات. فأما المهلكات يعني الثلاث أشياء المهلكة، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات قلنا أن هي أشياء تهلك، منها شح مطاع يعني بخل، وصاحبه مطوع نفسه فيه، بخل، شح مطاع، وهوى متبع، بيتبع هواه، اعمل كذا يعمل، يسهر في الحتة الفلانية يسهر، اعمل مش عارف ايه، هوى متبع، يتبع الشيطان، يتبع هوى، لا يحكمه شرع، يحكمه هواه. وقال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يعني يتخذ إلهه هواه، يعبد ما يشاء، حاجة جت في دماغه كده بيعملها خلاص. يبقى المهلكات شح مطاع وهوى متبع، والثالثة إعجاب المرء بنفسه. والعجب يعني خطير جدا، يحبط العمل. العجب أن يعجب المرء بنفسه، أن يصلي صلاة خاشعة فيدخل في نفسه إعجاب، قد صليت صلاة جميلة، هذا العجب، إعجاب المرء بنفسه. إذن المهلكات شح مطاع، بخل، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، هذه المهلكات. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، يعني يكون الإنسان عادل سواء في حالة غضبه أو في حالة رضاه. ليس مثلا إن كان راض عن أحد فيعدل معه، وإن كان غاضب منه فلا يعدل معه. فهو أولها المنجيات العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. القصد يعني الانضباط في الصرف، في المصاريف، يعني في المال، في استهلاك المال. القصد في الفقر والغنى، يعني إن كان غني فهو عنده قصد، ليس مبذر بالطريقة الفحشاء ولا بخيل، وإنما قصد، يعني وسط بين هذا وهذا. ويقول الشاعر: وتلك طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها. يعني الغلو خطأ، الإسراف خطأ، والبخل خطأ، وخير الأمور أو الوسط. وتلك طرفي الأمور، الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها. إذن القصد في الفقر والغنى. يبقى قلنا العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تبارك وتعالى في السر والعلانية. خشية الله في السر والعلانية، هذه المنجيات. وأما الكفارات، الأشياء التي تكفر الذنوب، فانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني يكون الإنسان مواظب على الصلاة. مثلا صلى الظهر فمر ساعة أو اثنين، فكل شيء يبص في الساعة، العصر قرب يأذن أو لا، يجهز، يتجهز، يتهيأ للصلاة، منتظر الصلاة التي بعدها. هذه من الأشياء التي تكفر الذنوب، انتظار الصلاة بعد الصلاة. وإسباغ الوضوء في السبرات، إسباغ الوضوء يعني إكماله وفي أوقات البرد، البرد الشديد، إسباغ الوضوء في السبرات، هذه تكفر الذنوب. الإنسان يعني يقوم ويشمر ويتوضب، يبقى الموضوع صعب، هذه تكفر الذنوب. إسباغ الوضوء في السبرات، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، والمشي بالأقدام إلى الجماعات، أو تحريك الأقدام إلى الجماعات، يعني في صلاة الجمعة، الجماعة والجمعة وهكذا. وطبعا للنساء الأمر في البيت يعادل الجمعة والجماعات، يعني أجرهم، أجر النساء في البيوت مثل أجر الرجال في الجماعات.
لأن تقوم المرأة وتسير بالأقدام هكذا، يعني جراء الثواب أو اتخاذ الأجر، فهذا يعادل صلاتها في بيتها تعادل صلاة الرجل في المسجد. أما هذه تخص الرجال، يبقى قلنا الثلاث الكفارات: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، والمشي إلى الجماعات. وأما الدرجات، يعني الأشياء التي ترفع الدرجات، فهي إطعام الطعام، يعني إطعام المساكين والجيران وهكذا، إطعام الطعام، وإفشاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: كنت تسير مع أخاك، يعني مع أخا فيك، أخا في الله معك مثلا، أو أخوك شقيقك، أو وحالت بينكما شجرة، يعني عديتوا من شجرة فصلت بينك وبينه، والتقيتوا بعد الشجرة فألك عليه السلام. يعني في ناس تقول لك يعني كتر السلام بيقل المعرفة ومش عارف ايه، ده خطأ طبعا. إفشاء السلام، يبقى قلنا إطعام الطعام، وهذه من أكثر الأشياء التي تلين القلب، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على من في قلبه قسوة أن يطعم المساكين، يطعمهم، هذه تلين القلب. فأول الأشياء التي ترفع الدرجات إطعام الطعام، إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس النوم. ليس تأخير الصلاة وإنما هي الحديث حسن في درجات الصحيح، وعن أظن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.